السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة لايف سلوى اند نور. النهارده معانا درس جديد من دروس الكروشيه. هنعمل مع بعض طاقيه بغرزه الضفيره زي ما انتم شايفين. دي الطاقيه لسن من سنه لغايه سنتين، وهنشوف مع بعض ازاي نعملها. هي سهله جدا، ممكن تعمليها بضفيرتين كده وممكن تعمليها بضفيره واحده حسب ما تحبي. ولو هتعمليها بضفيرة واحدة هيكون من مضاعفات العدد 6، ولو هتعمليها من ضفيرتين هتكون من مضاعفات العدد 10. عشان نعمل الطاقية أول حاجة هناخد مقاسين، اللي هو دوران الرأس وارتفاع الطاقية. أنا ارتفاع الطاقية عايزاها 17 سنتي، ودوران الرأس هيكون معايا وطول الطاقية، يعني دوران الرأس هيكون 38 سنتي. ده بالنسبة لمقاس السنتين. طبعا انت لو عايزة تاخديها مقاس اكبر من كده هتقيسي دوران الراس وطول الطاقية. وانا هحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف المقاسات كلها ان شاء الله، من المواليد لغاية السن الكبير. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ازاي الطاقية مع بعض. وانا هشتغل في خيط هملايا بيبي لوكس. في البداية هنعمل العقدة زي ما احنا متعودين كده، وزي ما اتفقنا هنعمل من مضاعفات العدد 10. يعني هعد الغرز بتاعتي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كل مرة هعد 10 لغاية ما اوصل للطول اللي انا عايزاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وحقيس يعني كل مرة هعد 10 غرز لغاية ما اوصل للطول المناسب. زي ما انتم شايفين انا عملت سلسلة هنا وطلعت معايا 70 غرزة، 70 سلسلة. لو قسنا هنا هيطلع معايا حوالي 35 سنتي. انا هكتفي في العدد ده، لانه زي ما انتوا عارفين الطواقي اساسا الكروشيه بيرخي مع الاستعمال. فانا نقصت كده 3 سنتي من دوران الراس. دلوقتي هنعدل السلسله كده، هقفل بمنزلقه وهرتفع 1 2 3، وهعمل عمود بلفة بكل الغرز. هروح على كل الغرز واعمل عمود بلفة. بالشكل ده على كل الغرز. زي ما شايفين انا كملت السطر كله بغرزة العمود بلفة. دلوقتي السطر الثاني هنعمل عمود امامي وعمود خلفي. دلوقتي انا عايزه اول واحد هنا يكون معايا عمود امامي، عشان يبقى يطلع معايا كده بالشكل المظبوط لازم اخد الابره كده من قدام العمود واسحب كده منزلقه، بعدين ارتفع 1 2 3، وده هيعتبر عندي اول عمود امامي. اللي بعديه هعمل عمود خلفي، اللي بعديه عمود امامي، يعني عمود واحد امامي واللي بعديه خلفي. طبعا الامامي من قدام العمود كده هسحب، والعمود الخلفي هاخد من الناحية التانية كده واطلع واسحب من لفتين وبعدين من لفتين. بالشكل ده كل الغرز بتاعتي. يعني هنعمل عمود امامي وعمود خلفي وكده هعمل 3 سطور بالشكل ده. هكمل وارجع لكم. زي ما شايفين انا هنا قربت على اخر السطر كده، فاضل 2 عمود. هعمل 1 عمود امامي واخر عمود معايا هنعمله عمود خلفي، وهنقفل السطر هنا. هنعد 1 2 3 اهو،
هقفل كده بالشكل ده. العمود اهو البداية باين زيه زي اي عمود احنا عملناه من العواميد الامامية. وتاني هرتفع، ما ننساش ناخد العمود كده من قدام كده ونلفه كده، نعمل منزلقة وبعدين نرتفع 1 2 3 وحنكمل عمود خلفي وبعدين عمود امامي عمود خلفي، يعني فوق العمود الخلفي نعمل عمود خلفي وفوق العمود الامامي حنعمل عمود امامي كده لنهاية السطر، لنهاية السطر. وحنعمل كمان سطر كده، يعني بكده هيبقى معانا 3 سطور، عمود امامي وعمود خلفي. هخلصهم وارجع لكم تاني. زي ما شايفين انا عملت اهو 3 سطور، هنهي السطر معاكم. معايا هنا غرزة امامية وغرزة خلفية، امامية، واخر غرزة معايا هي الغرزة الخلفية. هعمل منزلقة بأول 3 سلاسل انا ارتفعت بيهم اهو. بصي البداية عندي مش باينة خالص، عاملة بالظبط زي اي عمود امامي يعني هنا قدامنا. هقفل الشغل كده. وعايزة اخد لون تاني لان انا هعمل الطاقية بلونين. هدخل من المكان اللي انا للعمود الامامي اللي كان كده. دلوقتي انا زي ما احنا قلنا احنا عايزين العدد يبقى مضاعفات ال10، يعني كل 10 غرز هنعمل بيهم 2 في البداية، 2 عمود خلفي وبعدين هنعمل ضفرتين ببقية الغرز. هنبقى نشوف كده مع بعض. طب انا عشان هنا اعمل العمود خلفي هدخل هنا كده من ورا العمود كده هسحب وبعدين اطلع 1 2 3. وغرزة الضفيرة هي عبارة عن سطرين، تكرار لسطرين كل مرة. ده اول عمود خلفي، والعمود الخلفي اللي بعديه هنعمله برضو عمود خلفي. كده بقى معايا 2 عمود خلفي. دلوقتي انا هاخد هنا معايا 1 2 3، يعني هنا عمود امامي وعمود خلفي، ادي 2 عمود امامي عمود خلفي، ادي 4، وبرضو معانا كمان الاربعة اللي بعديهم هما اللي هنعمل بيهم الضفيرتين. هلف الخيط على الابرة كده. اول هنعمل الاساس بتاع غرزة الضفيرة، وهعمل بال8 عواميد دول عمود امامي، والعمود الخلفي برضو هعمل بيه عمود امامي. هعد 1 2 3 4، هعد كمان 4، 1 2 3 4 بالشكل ده. يعني عندنا هنا 2 عمود خلفي و8 عمود امامي. وبعدين هرجع اكرر تاني اعمل ايه، 2 عمود خلفي، 1 2، وبعدين اعمل اعد تاني واعمل 8 عمود امامي، ادي 1 2 3 4 5 6 7
8. دلوقتي معانا هنا 2 عمود خلفي، 8 عمود امامي، 2 عمود خلفي، 8 عمود امامي، وهكذا هكرر كل السطر 2 عمود خلفي و8 امامي لغايه ما اخلص كل السطر ده. زي ما شايفين اهو نهايه الدور، انا السطر عملت 2 عمود خلفي و8 عمود امامي، 2 خلفي 8 امامي كده لكل. طلع معايا كم مجموعة؟ 1 2 3 4 5 6 7، عشان هما 70 غرزة، يعني 60 غرزة هيطلع معاك 6 مجموعات، 50 5 80 8 وكده. طيب يلا بينا نشوف ازاي هنعمل الضفيرة. فوق العمود الخلفي هنعمل عمود خلفي كده بالشكل ده، وهرتفع 1 2 3، والعمود اللي بعديه برضو عمود خلفي بالشكل ده. دلوقتي انا معايا هنا 8 عواميد الامامية، هاخد حلف الخيط على الابرة مرتين، وهسيب اول عمود وتاني عمود، هروح على التالت واعمل كده عمود امامي بلفتين، بعمود بلفتين، هلف الخيط تاني على الابرة، هروح على العمود الرابع واعمل عمود بلفتين بالشكل ده. دلوقتي هلف الخيط على الابرة مرتين، وهدخل هدخل الابرة من ورا العواميد كده، وهروح على العمود الاولاني اهو زي ما انتم شايفين اهو، هعمل عمود بلفتين امامي، كل مرة هطلع من غرزتين بالشكل ده، هلف مرتين. انا هنا فاضل عندي كمان عمود اهو من خلف العواميد دي، هدخل الابرة كده وهطلع من لفتين، وكمان مرة من لفتين، وكمان مرة بالشكل ده. دلوقتي هنروح المجموعة التانية، هلف الخيط على الابرة مرتين، هسيب الاول والتاني، وهروح عند التالت كده، وهعمل عمود امامي بلفتين، هلف الخيط على الابرة مرتين، هروح على العمود الرابع واعمل عمود امامي بلفتين. وهنا المجموعة التانية هلف الخيط على الابرة مرتين، بس مش هعمل زي المجموعة الاولى من خلف العواميد، لا من قدامها كده، هروح على العمود الاولاني كده وهطلع من لفتين وكمان لفتين، هلف مرتين، فاضل عندي عمود واحد اهو اللي هو التاني، هاخده كده هطلع من اول لفتين وتاني لفتين وتالت لفتين اهو بالشكل ده. وبعدين هيقابلني بعديها على طول العمودين الخلفية، هعمل فوق كل عمود خلفي عمود خلفي عادي، وهنكرر السطر. هنعمل مع بعض كمان مجموعة، هلف الخيط على الإبرة مرتين، هسيب الأول والتاني، وهروح عند العمود التالت، هعمل عمود أمامي بلفتين بالشكل ده، هلف الخيط على الإبرة، هروح عند العمود الرابع، 1 2 3. دلوقتي هلف الخيط على الإبرة، احنا زي ما احنا متفقين المجموعة الأولى من خلف العواميد، وهروح أدخل الإبرة كده عند العمود وأطلع كده، وبعدين أخد كل اللفتين مع بعض بالشكل ده، هروح عند العمود الثاني اهو، بالشكل ده. هنعمل المجموعة التانية من المجموعات التانية برضو، يعني هسيب الاول والتاني واروح عند التالت كده، والرابع
والمجموعة التانية زي ما احنا متفقين من قدام، يعني المجموعة الاولى كانت من خلف العواميد وهنا من قدام العواميد. هروح عند العمود الاول كده واسحب من اول لفتين وبعدين من تاني لفتين ومن تالت لفتين. هروح عند العمود التاني بتاعنا واعمل تكرار للخطوات بالشكل ده اهو، وزي ما احنا متفقين بيقابلنا عمودين خلفية، هعمل بيه عمود خلفي. وهكمل السطر على كده، وهو عبارة الغرزة الضفيرة عبارة عن سطرين، سطر هنعمل عمودين خلفية وتمانية امامي، وبعدين هنعمل السطر التاني زي ما احنا بنعمل دلوقتي عشان تبان معانا غرزة الضفيرة. هكمل معاكم وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين احنا نهينا السطر، يعني اهو بدأت تبان عندنا غرزة الضفيرة، وزي ما احنا متفقين هو تكرار لسطرين، هنعملها مع بعض تاني كمان سطر زي ما احنا متفقين، اتنين عمود خلفي اهو كده، هاجي من ورا العمود وبعدين ارتفع واحد اتنين تلاتة سلسلة، والعمود اللي بعديه هنعمله عمود خلفي. دلوقتي هنا معايا هنا الاربع عواميد اللي احنا عملناهم غرزة الضفيرة، هنعمل فوق كل عمود عمود امامي زي ما احنا متفقين في السطر الاولاني هنا. يعني هنا معايا اول واحد هعمل عمود امامي، وهنا التاني عمود امامي، وهنا اهو العمود التالت اهو هعمله عمود امامي، والرابع اهو كده. وبعدين عندنا هنا المجموعة التانية العمود الاولاني اهو عشان ما ننساهوش، ادي واحد والعمود اللي بعديه اهو ادي اتنين ادي تلاتة وادي الرابع معانا من المجموعة التانية من التمن عواميد. كده احنا عملنا اتنين خلفي وتمانية امامي، هنرجع تاني نعمل اتنين خلفي وبعدين تاني اتنين امامي، تمانية تمن غرز امامية، واحد اتنين ما ننساش اهو ده التالت، هو بيبقى كده مستخبي شوية بس احنا اهم حاجة ما ننساهوش. وهنا دول الاتنين اللي من تحت اهو هنعملهم برضو امامي عشان يتكون عندي تمن غرز عواميد امامية واتنين خلفي عشان ابدأ بالسطر التاني بتاعت غرزة الضفيرة. كده بالشكل ده هكمل كده كل السطر، هعمل اتنين خلفي تمانية امامي، اتنين خلفي اتنين تمانية امامي، وما تنسيش هنا يعني هنا واحد اتنين والتالت اهو والرابع اهو، وبعدين هنا الخامس اهو والسادس السابع والثامن وهكذا. زي ما شايفين احنا نهينا السطر هنا زي ما احنا متفقين، هو يعني اصل الغرزة دي عن سطرين، سطر هنعمل اتنين عمود خلفي وتمانية امامي، اتنين عمود خلفي وتمانية امامي عشان السطر التاني هو اللي هيتشكل معنا غرزة الضفيرة. هلف الخيط من ورا الابرة كده وهرتفع واحد اتنين تلاتة، هروح عند العمود التاني بتاع الخلفي نعمل عليه عمود خلفي. دلوقتي هنعمل الضفيرة التانية، هنلف الخيط على الابرة مرتين، هسيب اول عمود والتاني وهدخل في التالت
زي ما عملنا في السطر الثاني من عمود الضفيرة هنا، هنعملها معكم كمان مرة وبعدين هنكمل كده للطول المناسب. دلوقتي هلف الخيط مرتين على الإبرة وهروح من ورا العمودين دول، هروح على العمود الأولاني كده وهسحب كده من كل فتلتين مع بعض، هلف تاني مرتين هروح عند العمود التاني اللي هو اهو مستخبي اهو، بالشكل ده. دلوقتي نروح المجموعة التانية، هسيب اول عمود والتاني، هروح عند التالت هنا وهنا عمود الرابع، هنعمل عمود بلفتين كده امامي. وزي ما احنا متفقين اول مجموعة من ورا الغرزتين من ورا العمودين وهنا من امام العمودين، يعني هروح عند العمود الاولاني هنا من امام العمودين كده بالشكل ده، كمان مرتين كده هروح عند العمود الثاني اهو بالشكل ده اهو، وفوق العمودين الخلفية هنعمل عمود خلفي بالشكل ده. هكرر كل السطر كده لغاية واعمل الارتفاع الطول المناسب ليا، وزي ما احنا متفقين انا كنت عايزاه اعمله 17 سنتيمتر وان شاء الله هخلصه وارجع لكم تاني. كده وصل معايا للطول المناسب، تعال نشوف. انا كنت عايزة لغاية 17 سنتي اهو، وزي ما قلنا في اول الفيديو الطاية دي من سن سنة لغاية تقريبا سنتين كده. واهم حاجة انه احنا ننهي السطر بالسطر العواميد اللي هو 8 عمود امامي واثنين خلفي، 2 خلفي 8 امامي وكده، عشان نبدأ نلم الطاقية ونشكلها وتبقى شكلها حلو وجميل. زي ما انتم شايفين هنا بالاول ايه معانا الغرزتين العمود الخلفي، معلش ثواني كده، حلف الابرة كده واسحب. دلوقتي انا هعمل عملية تناقص، هرتفع واحد اتنين تلاتة، هاخد معايا العمود الخلفي هعملهم غرزة واحدة. دلوقتي التمن العواميد الامامية دول هاخد كل اتنين مع بعض وهعمل تناقص، يعني هسيب الخيط على الابرة كده وهلف الخيط تاني واروح عند العمود التاني واسحب الخيط واطلع من حلقتين وبعدين اطلع من كل الحلقات. تاني هاخد اول عمود هلف الخيط على الابرة واسيب الخيط على الابرة هنا، وبعدين تاني اروح على العمود اللي بعديه واطلع من حلقتين وبعدين اطلع من كلهم كده. دلوقتي هروح على الاربع عواميد اللي بعديه، هاخد كل عمودين مع بعض هسحب كده واطلع من لفتين واسيب الخيط على الابرة، هروح على العمود اللي بعديه هسحب واطلع من حلقتين، هيفضل عندي ثلاث حلقات اخدهم مرة واحدة كده. عملية تناقص كل غرزتين مع بعض. كده عندي هنا الثمان غرز، بقت عندي اربع غرز، واحد اتنين تلاتة اربعة. دلوقتي هروح عند الاتنين عمود الخلفي هعملهم عمود واحد بالشكل ده، وارجع تاني اعمل عند العواميد الامامية اخد كل اتنين مع بعض واعمل عملية تناقص. نعمل كمان دول واحد، هسيب الخيط على الإبرة وأطلع من لفتين هنا وأطلع بعدين من كل اللفات. تاني هطلع من لفتين وأسيب الخيط على الإبرة وأروح على العمود اللي بعديه وأطلع من لفتين وأسيب العمود الخيط على الإبرة وأسحبهم مرة واحدة. وأنا جيت هنا
برضو عند العمودين الخلفية هاخدهم مع بعض بالشكل ده. وبكده هكمل كل السطر، هاخد كل عمودين مع بعض لغاية ما اخلص كل السطر. زي ما انتوا شايفين اهو انا خلصت السطر، هنقفل السطر مع بعض، اهي لمت معايا. دلوقتي هقفل المنزلقة بأول غرزة انا عملتها، اللي هي الغرزة اللي هنا اللي هي بتاعت العمود الخلفي. دلوقتي هلف الخيط وهطلع من العمودين كده مع بعض، لان احنا عملناهم عمود واحد كده. هرتفع واحد اتنين تلاتة، وبرده تاني هاخد كل عمودين مع بعض واعمل تناقص. يعني هنا العمودين دول اللي كانوا قبليه بقوا عمود واحد، وهاخد اللي بعديه وكده بالشكل ده. ودلوقتي العمودين اللي كانوا بالسطر اللي قبليه عمود خلفي، دلوقتي بقى عمود واحد خلفي، هنعمله عمود واحد مفيش فيه ولا اي تناقص. التناقص هيبقى في العواميد الامامية بس. هسيب الابرة على الخيط، هاخد العمود التاني واطلع من لفتين، وبعدين اخدهم مرة واحدة كده، اطلع كده بالشكل ده. والعمود الخلفي زي ما احنا متفقين هيبقى عمود واحد بس خلفي. وبكده هكمل كل السطور لغاية ما اخلص السطر كله. انا وصلت هنا للنهاية، هقفل السطر اهو بأول غرزة انا عملتها اللي هي غرزة العمود الخلفي بالشكل ده. اهو بقت معايا الفتحة كده زي ما انتوا شايفين. احنا نهينا هنا السطر خلاص. دلوقتي هقلب الطاقية كده، هاخد ابرة وخيط، هدخل هنا كده بين الغرز عشان اضم الطاقية بالشكل ده. بين الغرز كده زي ما انتوا شايفين. وهشد الخيط كده بالشكل ده. وبعدين هنخفي الخيوط دي بين الغرز اهو زي ما انتوا شايفين كده. هقفل الغرز بتاعتي كده كمان عشان ما يبقاش فيه فراغ من الوسط كده. بالزيادة نقصوها بالشكل ده. وبكده معايا الطاقية قفلت خالص زي ما انتوا شايفين اهو، وشكلها بقى لطيف. انت كمان ممكن تحطي هنا كرة بام بام، وممكن تسيبيها زي ما هي زي ما تحبي. وان شاء الله كان الدرس سهل عليكم والطاقية عجبتكم، واستنونا ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.